إيه وقت. حبيت بس أقول لكم أنه طبعاً أنا في جمعية دار عنيزة للتراث الشعبي. ونعم. وجمعية دار عنيزة للتراث الشعبي منوطة بالفنون الشعبية. سلام. سامري عنيزة. روح. اللي طبعاً فيها الحركات. هلا. والتمايل. والحوطي والناقوز. نعم الحوطي هذا خوينا ذا. وعلى رأسه. مو هو لا اسمه الحوطي. هو يا طلح يا حوطي. لا لا. لا أحدكم. الحوطي. الحوطي ماخوذ من التحويطة. المهم حوطي. المهم. عليها بس حوطي حوطي. والعرضها السعودية. السلام. والعرضها السعودية. طبعا هذولي. حنا طبعا بجمعية دار عنيزة. عطى الحوطي يا ابوي. حريصين. والله ودي بالحوطي. حريصين على اننا طبعا نوثق الفن ونزاوله كل يوم خميس ليلة الجمعة. وفي عندنا تدريب يوم الاربعاء ليلة يوم الثلاثاء ليلة الاربعاء تدريب النشأ. تدريب الشباب الأذاء على أساس أن نعلمهم العرضة السعودية ونعلمهم السامري ونعلمهم والسامري بعنيزة طبعا صعب شوي لأنه يحتاج تدريب. أوه. اللي من التلفزيون ما راح يقدر مثلا لو بالتلفزيون ما راح يقدر أنه يطبق إلا إلا طبعا على 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 الواقع. يا سلام. فأنا بسمعكم جزء من السامرية. يلا. يقول الحوطي ولا إيش؟ لا بجمعك بس من السامرية. تكفى الحوطي عشان يقرب لي. حمامين غني بصوتي ما هي
النذارة. هذا لون السامري بعنيزة. أبو سليمان اليوم روق. أبو سليمان يا أبو